أكد محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال أن المبادرة الرئاسية بداية تعد انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل هدفه الأول تنمية الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لاستعراض رؤى تنفيذ المبادرة الرئاسية بكافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بتوحيد الجهود وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطني المحافظة.